نقوم برفع نفايات منزلية، نفايات صلبة كزجاج، حطب، حديد إلى آخره. يوميا نخدم رغم الظروف الجوية، سواء كانت أمطار شوية شمس تولود، المهم والأهم العمل. أحيانا كاين شي ناس حتى تهزم النفايات، الناس تعاود تخرج، كاين ساعة الناس يجيب لك نفايات مخلطة فيها زجاج، فيها الحديد، فيها أواني منزلية مكسرة، فيها ساعة تكون حوادث، الجروح جرح أصابع جرح كي خطرة زميلة معايا صرات له تجرح في صبعه كي جايهز جاي يرفد الكيس البلاستيكي تاع النفاية، كان فيه زجاجة كسرة قاستو جرحته، رغم أنه داير يقوم بيه قفازات وهكذاك وعقبت الزجاجة وجرحته. المعاملة تاع الناس كاين اللي يتفهم ظروف العالم، كاين اللي يتفهمك، كاين اللي ما يتفهمكش، وين تروحي تلقاي هكذا، وين في أي مجال تلقاي كاين الإنسان المليح كاين القبيح، في أي مجال عمل، الإنسان يخدم خدمته ويصفي ضميره مع ربي سبحانه ويخبزت وليدته ورزقت وليدته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.